عسلامة ناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد من الكور نتاع جافا سكريبت. الفيديو هذا باش نحكيو على البريك وعلى الكونتينيو وعلى البوك الانفيني. حكيت عليهم قبل في السي بلس بلس، تلقاو لي ليان في الديسكريبسيون ويجيو لهنا باش تفهموا معايا اكثر. دونك لهنا نفس الكود نتاع الفيديو اللي فاتت، جوست الحاجه الوحيده باش نعملها نحب وقت اللي يخلط الثلاثه في عوضه في شيء ثلاثه يخرج هكا، حبوا يقف غاديك. دونك لهنا اذا حبوه يقف ما عادش يعمل حتى اوبيراسيون يخرج من البوك نتاعي، نحطوا البريك. دونك لهنا نجيو، دونك نلقاو في شي 0 1 2 كي يخلط الثلاثة اوب بريك باش يقص. باهي الكونتينيو تو شنو الهدف نتاعها؟ مش تقص كاريمون، اما تزابي لي تاب هذيك. دونك نحبو وقت اللي يخلط الثلاثة يزابي وبعد يرجع لي في الأربعة وفي الخمسة. باهي هذه الاكسبكتيشن، لكن الكود هذا فيه مشكلة كبيرة برشا باش طيحنا في البوك الانفيني. خليلكم شوية وقت تغزرولها وتراه خمو شنو ينجم يصير. اون فيت اللي نجم يصير لهنا اللي اي ايجال 3 باش يعمل كونتينيو، باش معناها باش مش باش يدخل الكود هذا ويرجع للواي الاي ايجال انفيريور 5. ديما باش تقعد الاي ايجال 3، دونك 3 اصغر من 5. اذا اي ايجال 3 كونتينيو يرجع، اي ايجال 3 اصغر من 5 كونتينيو، باش يقعد يدور في البوكل هذايا انفينيمون وعمره ما باش ينكريمونتي الاي باش يخلط للخمسه ويخرج. دونك ما عادش فما كونديسيون داري، اون ديري قاعدين نقولوا له واي ترو، خاطر اي قال 3 اصغر من 3 اصغر من 5 ترو، اي قال 3 كونتينيو يرجع لفوق، معنى الاي قاعد دور كي في حلقه فيرا. دونك الكود هذا كيفاش نعملو له توا اكزيكيوت، باش نعمل كارثه ديجا. ما سجلتش نورمالمون، دونك نسجل وتوا ان شاء الله ما يتبلانتيش البي سي. باهي باش يصير لهنا باش يافيشي 0 1 2 باش يقعد يدور في الفارق. فما حاجه بيزار قاعده تدور اللي هو كل مره قاعد يبوكلي. دونك لهنا كنت حابو نفهمو اكثر شنو اللي قاعد يصير، نوقفو الانترفاس هذيك. وش نعملو؟ نطلعو الكونسول بوان لوغ نحطوها لفوق تو نفهمو اكثر شنو اللي قاعد يصير. دونك لهنا باش نطلع الكونسول بوان لوغ لفوق ونرجع البريك، خلي تفهموا لي البريك كيفاش قاعده تخدم. دونك البريك باش يفيش ثلاثه يلقاها ثلاثه ويخرج، دونك باش يفيش 0 1 2 3. من بعد كي باش يلقاها ثلاثه باش افيش ثلاثة كومين بعد يخرج. اوكي دونك حبيت نوريكم الديفيرونس. دونك افيش ثلاثة عمل لوك ثلاثة، بعد لقاها ثلاثة عمل بريك وخرج. بيتو هذي كان ردوها كونتينيو، شنو باش يصير؟ باش يلقى ثلاثة باش يرجع بثلاثة اصغر من خمسة ويقعد يدور في البوك الانفيني اللي حكيت لكم عليه. دونك لهنا شوف شنو باش يصير، ثلاثة باش يفيشيها 800 مرة 900 مرة 1000، كان سايبو تيقعد يدور 50 سنة ويقعد بلوكي لهنا. ديجا شفت الباج كيفاش دخلت في حيط. دونك لهنا هذه هي البوك لانفيني اللي اختير برشا. البوك لانفيني راك تشوفوا كيفاش السيت باش يدخل في حيط ديجا ورزان. دونك كان تعملها في انفيرونمون دو برودكسيون عندك كليونات كارثة كبيرة، متفاهمين؟ دونك ديجا توا باش نحاول نسكر لونجلي هذايا تبلانتيت لي. اوكي دونك رد بالكم من الحكايه هذيا، راهي اختيره برشا. دونك باش نتفاداو الحاجه هذيا لازم ديما نضمن فما انكريمونتاسيون. اوكي دونك لازم نضمن ديما اللي فما انكريمونتاسيون، ولهنا الانكريمونتاسيون باش نعملوها من الفوق. دونك سوا لي لوغي والاي نعملو الانكريمونتاسيون، نجمو لوغي والاي من بعد، خاطر كي مثلا ما نحبوش نفيشيو ثلاثه، نحبو كي نلقاو ثلاثه نخرجو مش نفيشيو بعد نخرجو. دونك نرجع الكونسول بون لوغ لوتا، نعمل اي بلس بلس من الاول ونبدا مثلا باي ايكال موان زان، سامبل برشا الحكايه. نبدا بموان زان ننكريمونتي قبل من تشيكي وقبل من لوغي باش هكاكا الامور تاعي كلها تولي واضحه. دونك هذايا نعاود نلانسيه مره اخرى خاطر هذاك توفى على روحه. اوكي دونك نعمل انسبكتي وتوا رجع لي 0 1 2 يوصل لثلاثة، عمل كونتينيو ما لوغاهاش، من بعد الأربعة لوغيها والخمسة لوغيها. دونك هذا الفرق بين البريك والكونتينيو والبوك الانفيني. تفرجوا في لي تروا فيديو تلقاهم في الديسكريبسيون. كان عندكم أي سؤال خليه اون كومونتير وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم، خلي الناس الكل تستنفع وتعلم الجافا سكريبت.